كيف ترى خطورة استمرار هذا الصراع على تفجير الأوضاع في المنطقة واشتعال المواجهات يا أستاذ ضياء؟ أنا مش هشوفه ولا شايفه دلوقتي. أنا النهاردة خلينا نتخيل، عشان كده بقول لحضرتك تاني برجع، لن توجد حروب تقليدية بعد كده، بمعنى حروب الجبهات، الحروب عابرة للحدود. اللي حاصل النهاردة أن احنا الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تخشى هذا، الولايات المتحدة الأمريكية بعتت حاملتي طائرات والنهاردة أو امبارح غواصة نووية للمنطقة، ودعمت قواتها الموجودة في القواعد الأمريكية أو التمركزات في المنطقة، لأنه هي تخشى أنه الحرب، والمصطلح اللي هي بتقوله وإحنا موافقين عليه، عدم توسيع نطاق الحرب. عدم توسيع نطاق الحرب يعني توسيع نطاق الحرب له معنى واحد، أن هناك بالتحديد من الحدود الشمالية الإسرائيلية حزب الله، لو هيدخل إسرائيل هتعتبر ده توسيع، وأمريكا كذلك، وإسرائيل لديها رغبة أكيد، مجموعة الهوس الديني السياسي الموجودة في إسرائيل لديها رغبة في إقحام إيران في المشكلة، لأنه هي متخيلة أنه إيران هتواجهها أمريكا، وهي تتفرغ للجبهات الشمالية والجنوبية، وناسية أنه إيران عندها قدرتها الصاروخية والعسكرية وأنها تمتد إلى مناطق، وناسية أنه هناك أيضا الإخوة في سوريا أرضهم محتلة في الجولان، وناسية أنه العراق الآن مسيطر عليه إيرانيا وفي ضربات بتوجه للأمريكان، وبالتالي الحرب الإقليمية اللي هي قد وناسيين كمان أنه هناك قاعدة روسية موجودة في سوريا، قاعدة عسكرية الوحيدة في العالم الكبيرة، وأنه الصين لها تواجد ولها انفاق ضخم في المنطقة وفي أفريقيا وطريق الحرير، كل دي أمور بتخلي اتساع الحرب خطر على الجميع. الهوس الديني السياسي في إسرائيل في ظني أنه هو مش واخد باله أنه مفتاح كل ده أن تكمل إبادتك لغزة. إكمال الإبادة لغزة هيستفز الأطراف جميعها سواء بدافع إنساني أو بدافع سياسي، وربما يدفع بعض الأطراف الإقليمية سواء كانت دول أو غير دول أنها تدخل في الصراع نتيجة زيادة الحمل الإنساني على أهل غزة، زيادة الأوجاع اللي الناس بتشوفها. الناس في البيوت بيقولك طبعا عايزين نعمل حاجة، طب القوى الإقليمية هتقول عايزين نعمل حاجة، تقدر تعمل حاجة. لو حدث هذا لا قدر الله هتبقى في مشكلة ضخمة مش بس إقليمية. أمريكا خضع لابتزاز كبير من إسرائيل، أمريكا مش عايزة ده، شبه كلام واضح تمام. لا يوجد لدى الولايات المتحدة أحد يرغب في أن المواجهة تبقى إقليمية، لأنه هو مدرك أن الإقليمية هي الخطوة الأقرب لعالمية، ومش حابب ده، ملوش مصالح فيه. الهوس الإسرائيلي بيدوس على غزة، والأمريكي فاهم أنه الدوس على غزة قد يفجر الوضع الإقليمي.